خليك أكبر معجبيك وخليك أول متابعيك. أهم نصيحة ممكن أعطيك إياها اليوم. السلام عليكم، أهلا وسهلا فيكم أصدقائي في فيديو جديد. معكم سائد يونس، هاي طلعتي من استوديوهات التلفزيون الأردني، كانت في عندي مقابلة اليوم. طلعوا عيوني، أنا مش نايم امبارح وأنا بسهر على فيديوهاته. الله يسعدك سعد لقائك. أنا أكثر لا، إلنا لقاءات ثانية كتير إن شاء الله. إن شاء الله يعني أنا إن شاء الله راح تكون قناتك موجودة دائما معنا بيوم جديد من هون وطالع. وفي نهاية المقابلة سألني المذيع شو في نصيحة بتوجهها للشباب، وكانت هي النصيحة خليك أكبر معجبيك. لو أنت ما آمنت بنفسك في البداية، ولو أنت ما كنت أنت داعم لنفسك في البداية، لا تنتظر الآخرين يجوا يدعموك ويآمنوا فيك. أول واحد لازم يدعمك هو أنت، أول واحد لازم يآمن فيك وبقدراتك وبرسالتك هو أنت. لو أنت مش مآمن بنفسك لا تستنى العالم يجي يصفق لك ويعجب فيك. خليك أكبر وأول معجبيك. هذا الكلام شو معناته؟ معناته في البداية ممكن تمر عليك شهور وسنوات وما حدا عارف عنك، ما حدا سائل فيك، ما حدا مشجعك. انت اللي بدك تشجع حالك، انت اللي بدك تآمن بنفسك وبقدراتك. هذا هو الثمن اللي انت محتاج تدفعه حتى تلاقي التقدير والاهتمام من العالم. هذا بيجيك لاحقا بعد ما انت اولا تقدم وتدفع ثمن نجاحك وتميزك. بدي اعطيك مثال حتى تكون الامور اقرب الى الواقع. تخيل انت في الشتوية، بعرف ان الايام هاي بسجل فيديو والدنيا صيف وحتى السيارة حرارتها مرتفعة، ولكن تخيل ايام الشتوية مواقد الحطب، الفاير بليس او صوبة الحطب اللي انت بتقعد قبالها وتعطيها حطب تعطيك نار. تخيل الدنيا برد 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 وبدها الثلج، وانت جالس امام الصوبة او امام الموقد وبتحكي اوكي يلا يلا موقد اعطيني حرارة، بس احس بالحرارة منك بعطيك خشب. بيقول لك الموقد لا يا حبيبي ما حزرتش، بدك تحط فيه خشب انا بالاول عشان يولع هذا الخشب واعطيك حرارة. لازم انت تحط في الموقد في البداية حتى الموقد يعطيك بالمقابل حرارة ودفء. هذا موقد الخشب وهذا هو عالمنا، هذا هو العالم اللي احنا بنعيش فيه. لازم تحط حطب في صوبة نجاحك وتميزك حتى تأخذ الدفء والاحترام والتقدير من العالم من حولك. بلش اليوم، لا تستنى، خلي هذا الفيديو يكون هو الرسالة اللي انت بتنتظرها من زمان عشان تبدأ. ابدأ اليوم. من وين تبلش؟ بلش مما يليك. شوف في حواليك امكانيات وقدرات، وإيش في عندك أفكار ومهارات، شو في عندك خبرات، شو في عندك أشياء بتحب تحكي عنها، أشياء بتحب بدك تقدمها لهذا العالم. شو بتحس رسالتك هي اليوم؟ بلش مما يليك وبالأدوات الموجودة عندك. لا تنتظر تقدير العالم، لا تنتظر تصفيق العالم، ثق بنفسك وتوكل على الله. لو عجبك هذا الفيديو اعمل له لايك وشاركه مع أصدقائك، يمكن واحد فيهم بيستنى يسمع هاي الرسالة، وهي رسالة تلامس اليوم شيء في داخله فيتحرك ويعمل شيء بحياته يكون أنت إلك فضل بعد الله سبحانه وتعالى عليه. وإذا أنت جديد على القناة اشترك معنا لمزيد من الرسائل والفيديوهات التحفيزية والتطويرية، وبشوفكم إن شاء الله بالفيديو الجاي على خير. السلام عليكم، سائد يونس. خلاص بشغل الكونديشن. حرارة رهيبة، بس أنا كنت طافية عشان الصوت ما يصير فيه تشويش. الله يعرف سلامات.